السلام عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. الحاجة اللي أنا ما مسؤولش عليها هي كيفاش ردت الفعل الآخرين. مثلا أنا فاش كيكون عندي واحد شي حاجة بغيت نقولها لواحد الإنسان، واحد المعلومة بغيت نوصلها، فأنا مسؤول على كلامي وعلى الطريقة باش كنتكلم وكيفاش وصلت المعلومة. أما ردت الفعل ديال الشخص الآخر أنا ما مسؤولش عليها. بعض المرات حنا كنحملوا راسنا ردت الفعل الناس الآخرين وكيفاش هما تعاملوا مع الموضوع، وحنا ما عندنا حتى شي علاقة. فكل واحد مسؤول على راسه وعلى هذاك الشيء اللي هو تيقوم به. ثاني حاجة، المشاكل اللي كتوقع في الحياة، يعني إلا جينا نشوفوا السوشيال ميديا بعض المرات كنلقاو هذا مدبز مع هذا، كنشوفوا مثلا بعد الكوارث اللي كتوقع في الدنيا، فحنا كنحملوا راسنا بعض المرات لا شعوريا المسؤوليه، وكنقول كنبقى نفكر فيها وكنبقى نقول على اني انا مسؤول وحتى انا خاصني نفكر ليها في الحل وهذه، وحنا هذاك الشيء فوق طاقتنا وماشي ديالنا. يعني كاينين الناس اللي مختصين اللي خاصهم انهم يعالجوا هذاك المشكل، فما تاخذوش دائما المشاكل الخارجيه ديال الناس وديال المجتمعات على انها شي حاجه شخصيه وتبقاو تفكروا فيها. ثالث حاجه اللي حنا فعلا ما مسؤولينش عليها، وبعض المرات كنحاولوا اننا يعني نضغطوا راسنا بها ولا هذا، اننا ما يمكنش حنايا كيفاش نقولوا كونتروليو الناس كاملين في علاقتنا. مثلا فاش كنتعامل مع واحد الانسان، فانا كنتعامل معاه كيف ما انا كان يعني كان بطبيعتي، فما يمكنش لانني انا نتحكم في الشخص الاخر ونتحكم في التصرفات ديالو ونتحكم في هذا الشيء. ولكن بعض المرات حنا كندخلوا راسنا في هذا الشيء. مثلا كيكون بعض الاصدقاء كنحاول انني نتحكم في كيفاش طريقه التعامل ديال الصديق ديالي معايا او لما بين الازواج او لا، فدائما حنا كنتصرفوا على حسب داك الشيء اللي حنا كنشوفوه وداك الشيء اللي حنا كنامنوا به. ما نبقاوش نتحكموا في الناس الاخرين ولا في يعني ردة الفعل ديالهم ولا في التصرفات ديالهم.